سلام بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واللي اول مره كيشوف قناتي يشارك ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد. كيف ما كتشوفوا معايا غنشارك معكم فطيره السبانخ او تورته ديال سبيناتشي. كيف ما غادي تشوفوا معايا بواحد الطريقه اللي سهله مهله، اللي غادي نديروها بالصلصه البيضاء اللي كتجي بنينه البنات. وندوزوا على بركه الله باش تشوفوا المقادير والطريقه. كيف ما كتشوفوا معايا، من بعد ما خديت سبيناتشي سلقته هانتوما كيف ما شفتوا معايا. ساهل كيتسلق، هذا اللي في اللي كيكون في المجمد او في الفريغو ساهل كيتسلق بالزربه كيف ما شفتوا. من بعد ما سلقته حيت ليه داك الماء وعصرته مزيان بيديا، يعني ديروا شي شبكه وتعصروه باش يبقى هكا ناشف، يعني ما فيهش الماء نهائيا. هنا كيف ما شفتوا معايا انا درت باكيه كامله فيها هانتوما 600 غرام، 600 غرام اللي فيها. كيف ما تيبقى على حسب نتوما قداش بغيتو ديروا هذيك الفطيره كيف ما شفتوا معايا. وعندي العجين المورق البنات، هنايا انا غادي ندير العجين المورق، يعني العجين المورق اللي كتكونوا مصايبين في الدار، ولا الا كنتو زربانين كديروا هذا اللي كيكون جاهز كيف ما شفتوا معايا. يعني كاين بزاف الانواع، انا جبت هذا نتوما، هذا هو الشكل اللي جبت هذه المره. كل مره تنجيب شكل، صراحه ما كنجيبش غير شكل واحد، فيما تيبان لي شي نوع تنجيبو تنجربو. هذا جربته حتى هو كيصدق زوين كيف ما شفتوا معايا. معلقه ديال الزبده مع شويه الملحه والابزار، غادي نديهم فوق البوطه غير نشحرهم مع بعضياتهم ونرجع باش نكمل معكم المقادير. صافي دابا هانتوما، صافي من بعد ما درت هذيك الزبده كيف ما كتشوفوا معايا هنا، غادي نخليها البنات واحد شويه حتى يبرد، حيت غادي نديرو في العجين المورق غادي يخسر الا درناه سخون. كيف ما شفتوا معايا غادي نخليه حتى يبرد واحد شويه بعدا، ما غير يدفى ورجع لكم ان شاء الله باش نكمل معاكم تورته. او كيف ما شفتوا معايا برد واحد شويه وغادي نرجع لكم ان شاء الله باش نكمل معاكم الفطيره او التورته ديال السبانخ كيف ما شفتوا معايا. حيت ما يمكنش غادي ندير هادشي باقي سخون في العجين المورق، هاد العجين المورق لحطتي فيها شي حاجه سخونه راه كدلح. صافي كيف ما شفتوا نجيب غير واحد المعلقه باش غادي نخلط هانتوما. هنا ها هما بردوا كيف ما شفتوا معايا. عندي هنا هانتوما ريكوتا كيف ما شفتوا، عندي الفرماج، عندي الاكاجو تقدروا تعوضوه باش ما بغيتو. طيحت هذه معليش، غادي نهزها اصل البلاصه راه نقيه. نديرو شي حاجه ديال العود، انا جبت هاد المعلقه بصراحه ما كنعرفش نخلط بهاد المعلقات في المقالي، خاص تكون معلقه ديال العود هي باش تخلطوا في المقله. هذه ماشي صحيه في المقله، حيتاش كضرب المقله يعني ما تستعملهاش. غير نسيت انا حطيت هادي. صافي كيف ما شفتوا معايا هو هذا، صافي الخليط هو هذا هانتوما كيف ما شفتوا معايا باين لكم هانتوما. صافي عندي الصلصه البيضاء او صلصه البيشاميل، غادي نحيد هذا الشيء اللي غتبقاو رابطه في صندوق الوصف. عندي العجين المورق جاهز كيف ما شفتوا معايا، اللي تقدروا ديروه في الدار ديالكم كيف ما شفتوا معايا. ها هو على هذا الشكل، هذا كيف ما كتشوف صافي. وغادي نعمر، غادي نعمر غادي نديرها بيديا، بصح ما عنديش مع المعالق في المقله تيبقاو في نديرو بحال هكاك صافي. وغادي نديرها على هذا الشكل هذا هانتوما، صلصه البيضاء او صلصه البيشاميل. غتلقاو الرابط ديالها في صندوق الوصف،
صلصه ديال البيشاميل بالطريقه الايطاليه اللي كتجي اكثر من رائعه، لكن نديرها بالفرماج كيف ما شفتوا معايا في الفيديو اللي كنت حطيت لكم. نخلي لكم الرابط ديالو الناس اللي ما شافوش اللي ما تفرجوش فيه تفرجوا فيه. صلصه اللي زوينه الناس، يعني كنديرها بزاف ديال الحوايج خصوصا هاد انواع ديال البيتزات ديال المعجنات كتجي فيهم زوينه، مقارونه في كل شيء. نخلي لكم الرابط ديالها نجربوها كيف ما شفتوا معايا هكا. ما نضيعوش هاد الجنيب داكشي اللي بقى معايا قدرناه فيه صافي، وكنديروا على هاد الشكل هذا كيف ما شفتوا معايا. هكا وغادي هنا عندي الاكاجو كي قلت لكم، ماشي ضروري البنات ماشي ضروري ديروه، كيبقى لكم الاختيار كتحطوا هكا يعني بحال اللي بتقطعوا لي شي طيف تتحط اي نوع ديال المكسرات عندكم كيف ما شفتوا. انا كندير فيها الاكاجو ولا كندير فيها سميتو، مشات لي سميتو صنوبر، صنوبر هما اللي كندير فيها كيف ما شفتوا معايا. الصلصه البيضاء غادي ديروها بحال هكا، تحاولوا تلحوها في هاد سميتو. غادي ندير هادي كيف ما شفتوا معايا على هاد الشكل حتى انا خصاتني. غادي نزيد باقي عندي كنديرها في سباكيتي البنات كتجي زوينه ان شاء الله. شي مره غادي نشارك معكم انواع ديال سباكيتي، شي سلسله ديال سباكيتي على الطريقة الإيطالية، كاين عندهم بزاف ديال الأنواع إن شاء الله غادي نشاركهم معكم. صافي بركة، مبقاش غنزيد غير هادي راها صافي مزيانة. صافي كنزيد هداك الفرماج، يعني اللي ما بغاش يزيدو ولا ما عندوش بلا ما يزيدو. هاد البيشاميل هادي راها أصلا فيها الفرماج كتير، يعني ما تحتاجوش نهائيا انكم تزيدوا فيها شي حاجه. صافي كيف ما شفتوا معايا، وندخلها للفران شعلتو على الفوق لتحت غير تتحمر من الفوق والتحت ديالها كتشوفوا داك العجين طابط. صافي ونخرجوها ونوريها لكم ان شاء الله بالصحه والراحه. صافي كيبقاو هاد الجنيبات هادو بيتو تحيدوهم كتحيدوهم، بيتو تطويوهم تطويوهم، ولكن هنا غادي نحيد منهم حيت كيف ما شفتوا معايا ولا طويتهم هكا غادي يجيوني غلاضين. الا درتو طاوة كبار كاع من هادي راه غادي تجيكم. ولكن انا هادي فاش كندير صافي، وغادي هاد الجنيب هذا شوفوا معايا كيفاش كندير ليه يعني على هاد الشكل هذا، وكنجمعو بحال هكا. هادو كنديرو كنجو معزولين صافي، ونفس الطريقة لهاد الجنب هذا. صافي نخرجها من الفران ان شاء الله ونرجع ليكم كيف ما شفتو معايا هكا. نصبر شوية ديال البشاميل صافي، ها هي على هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا البنات. طورطة السبانخ او فطيرة السبانخ شفتوا كيفاش كتجي وكي كيجي الشكل ديالها البنات، كتجي رائعة ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. كيف ما كتشوفوا معايا شوفوا كيفاش جات حتى من الفوق، شوفوا هذاك الاكاجو كيفاش باين وكيفاش مقرمشه هانتوما. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوها كيفاش كتجي. هانتوما الشكل ديالو ان شاء الله جربوها وتنال الاعجاب ديالكم.
طبعا ما تنسونيش من التعليق ديالكم الزوينه اللي كتفرحني وكتزيد بقناتي القدام. كنقول لكم الشكر لكم كاملين، كنبغيكم كنموت عليكم يا احلى واجمل متتبعين.